شو بتقول الأفلاك لمواليد الأسد بشهر كانون الأول ديسمبر من عام 2023 بآخر شهر من السنة، ويلي بينهي هذه السنة بأجواء مهمة حتى نفتتح الـ 24 بأخبار جديدة. وصارت الأخبار بين إيديك، صارت موجودة بالأسواق على الأب على الأبليكيشن. إذا بتحب إنك تطلع على سنتك شهر بشهر السنة كلها يوم بيوم، وزيادة في القمر، وين موجود القمر كل يوم بهالسنة يوم بيوم 365 يوم، وقت بيكون القمر بهالبرج شو لازم نعمل شو ما لازم نعمل، وإذا كان ببرج الثور شو لازم كلنا نعمل وما نعمل، كان بالجوزاء كلنا شو لازم نعمل وشو لازم ننتبه. مثلا بس يكون بالعقرب، ما حدا منا لازم يمضي عقد أو يتزوج. بكرة على كل حال بتقريهم، أو يمكن صار الكتاب معك حتى تقرأ. شو بتقول الأفلاك لمواليد الأسد حاليا؟ بتقول إنه هالجملة حلوة بالأول، كتاب بدي أقراها تعجبكم. الخصوصية قوة، فالناس لا يستطيعون تدمير ما لا يعرفون. أنت سيد ما تخفيه من خصوصياتك وأسير ما تفشيه، إذن ما تفشي شيء عن حالك. الأفلاك بتتقاسم المهمات الإيجابية والسلبية بين شيء بيدعم خطاك ببعض الفترات وشيء آخر بيعرقل هالطريق وبيوضعك قدام بعض الخيارات الصعبة في حيرة رح تسود معظم فترات هالشهر للأسف. بس أنت في عندك كمان ذبذبات مشرقة من الشمس، لأنه الشمس موجودة بالقوس خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، بعدين من ميركور بالأسبوع الأخير، ومن كوكب مارس طوال الشهر. هالشي بيشجعك على العمل، بيحملك كمان الحظ والتفاؤل، بس بعض الأحداث يمكن تطرأ وتأخر استحقاقات وفرص موعودة. وهالشي ليش؟ لأنه داخل فينوس إلى برج العقرب بتاريخ 5، بالإضافة لأورانوس وجوبيتر يلي عم بيعاكسوك ببرج الثور. إذن عندك 3 معاكسات، بس الجو العام بيتحدث رغم هالشي عن استراحة قصيرة بين الضغوطات السابقة والمسؤوليات اللاحقة. بعده ميركور عم بيراوح مكانه بالجدي، متقدم ومتراجع، بيتراجع إلى القوس وبيوصل بتاريخ 23 لقلو من بعد ما يبلش تراجعه بين 13 و 14. يعني بتنتقل أنت بين الحماسة للاستثمارات والتحفظ إزاء، وبين الميل للتسوق من جهة و الشعور بضرورة التقشف من جهة تانية. يعني ما بيفهموا عليك شو رح تعمل بهالشهر، بس بتحرز أرباح، بتحقق بعض الأمور الجيدة عن طريق حسابات ممتازة، ولو أنه في اتجاهين متناقضين. نصيحة الفلك إذن بالاعتدال ومحاولة الانتصار على المشاكل الصغيرة بهدوء بدون التطاول على مراكز نافرة ما قادرين نحن إزاء شيء. يعني أنت حاول أنك تستريح شوي، ترك بعض المهمات جانبا، وانسى هلأ بعض المسؤوليات والواجبات والطموحات اللي بتحركك. حاول تلاقي شيء بيلهيك شوي، أو روح إلى أماكن بتريح أعصابك. ما تستعجل عملية شرائية أو استثمارية، يمكن تتراجع المعنويات في بعض الشهر وتضخم أنت الأفكار السوداء. انتبه يا عزيزي.